قلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا كلام القلب. موعد يومي كالعادة من 9 إلى 11 متعلين. نسلم عليكم يا سي الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا كالعادة. تجربة تابعونا نذكركم عشان يوتيوب EFM TV ولا الباج فيسبوك راديو EFM كلام القلب كالعادة. راحة نوعية زمنية لمدة ساعتين للأقل, والكلمة تكون للقلب على الرقم 31 380 ألف. كلام القلب في كلام القلب ديما بالخميس نبدأنا تعب شوية, فأكي نبعدوا ما نتعبوش ياسر باش نختاروا موضوع. يا أخي الخميس هذا مش تعب شوية, جيت مأخر لأنه تعطلت الحقيقة وطحت بان وكذا. فتحية للتاكسي سي محمد اللي وصلني بسرعة قصوى, نسلم عليه. هو كان حاط 100 فام ما كانش حاط فام, قلت له زيد شوية 100.6 باش يسمعنا هكا روتار. مربحنا مستمع جديد, مهم مستمع جديد, احنا كل مستمع مهم عنا. طفل صغير, طفلة يحبي, بيبي يسمعنا, نعمل له حس على خاطره. الرجل, امرأة, اي انسان يسمعنا في اليوتيوب, فيسبوك, في اي مكان في العالم, كل التحية لكم متابعينا واحدة واحدة في الكيسات. وسيسوا بعضكم, سيسوا رواحكم, وربعينكم ناس الكل في خدمكم. فكلام القلب اليوم بالخميس فلتناها الخميس اللي فات لانه الافكار ما زالت موجودة. رجعنا القلب مفتوح, الناس كلموني قالوا لي يا طارق توحشنا قلب مفتوح. اش معناها قلب مفتوح؟ لطف عليكم, يعني هي فما كل مرض يتسمى قلب مفتوح, وفما عملية قلب مفتوح عشان ربي يشفي كل إنسان يخوض العملية هذه. احنا قلب مفتوح ميتافور, تشبيه, يعني اليوم القلب محلول ما نربطوكش كالعادة, لأنه احنا منظمين في كلام القلب كل حصة نعملوا لها حلقة متاحة, نعملوا لها موضوع, واللي يخرج على الموضوع دي ما تشوفوني نتغشش شوي. اليوم قلب مفتوح قصة حب عشتها, لا نربطك بوقتش بديت بوقتش وفيت, لا خذيت ولا بعدت, ولا نربطك مازالت تمشي, لا بنربطك من طرف واحد. عشت قصة حب في حياتك, عشت 200 قصة حب. فما قصة حب وانا نحكي توا اضرب لك في بالك وقلت يا جماعة يا ناس يا سيدي, نحكيها اليوم مع طارق الحناشي على EFM في كلام القلب, هالحصة دي الحلوة الممتازة. اش تعمل سيدي؟ تتفكر قصتك, تبدأ تخنطب في قصتك في راسك في مخك, ثم تكمبوزيك الرقم 31 380 ألف 31 380 3 أصفار, وتطلبنا وتتعدى معانا ومنا ال 11 متاع الليل. وكل عادة الجو بتاعنا متاع الدبريسيون هذاك, نشيخ وعنا في الدبريسيون. وواحد والله العظيم كذبت عليكم, قلت لكم بان ولا ما نحبش نكذب, استغفر الله العظيم, واحد يتحاسب عليه. كان عندي ستاند اب عرض ضحكتهم وجيت خلصت غادي, وقلت نجي نخلص هوني ومع بعضه. تحية للناس اللي كانوا يتفرجوا فيا وخالته تو مستمعين جدد زاد قاعدين يسمعوا فينا تو في الاثنية. فكلام القلب سيدي نبداوه مباشرة برجاء. أهلا وسهلا يا رجاء. بيتك خشي طارق. أهلا وسهلا للا. الله يسلمك يا عاش. سافا رجاء, شو حوالك؟ الحمد لله يا رحمة الدين. حاسك كم متقلقة شوي؟ ما على خاطر اللي تسمع ما نجمتش نمشي مع حاجة. كيفاش؟ كيفاش؟ أنا متقلقة سي طارق. أنت متقلقة, واضح هذا من صوتك أنت متقلقة من كلامك الشيء. بيه رجاء, احنا اليوم قلب مفتوح, سمعتنا ولا؟ رجاء يا رجاء. نعم. اليوم بالخميس نعملوا قلب محلول, معناها اي قصة حب عشتها تنجم تحكيها لنا. شنو هي قصة حب اللي باش تحكي لنا عليها رجاء؟ وقتاش بديت مثلا؟ سي طارق انا ما عنديش قصة حب. شنو؟ تو لي زيد عملت لكم قلب مفتوح, زيد خرجت لي على الموضوع. ماشي تارك وخير, لكن انت كتقولي شنو؟ انا نضحك, انا بعد ما نضحكش انت ساعات تقول حاجه ولا تقول, ولكن هذا الوقت قلت واللي كذبت عليها يا حلو. اي انا نفرح كي تضحك, راه حاجه باهيه. خليني نضحك. حاجه باهيه انه تضحك هكا ولا؟ نحبك. انا كنا موجوده. اي نحبك تضحك انا حتى كان ساعه ساعه. حتى انا ياسر نحترمك سي طارق ونهزك ونحب لك الخير على خاطرك انت باهي. عيشك الله يبارك. عيشك. ونحب ونسمعوك ونتبعوك ونركزوا مع مواضيعكم على خاطرك انت. اللهم صل على النبي. تحيرت شويه كي بديت مؤخرا اليوم.
كيفي تحيرت شويه كي انا بديت مأخر تو بدينا ونص اي ما والله يا تبارك انا حتى الو حتى الاعاده انا حتى تبارك وقاعد نستنى والله باهي رجاي انت شنو تحب تحكي اي كسبتني كي قلت لي ضحكتك هاي شنو تحب تحكي انا في الحقيقه سي طارق في الحقيقه اي الحق الكل انا الحق نتاع ربي تربيت تربيه ما حبيتش على خاطر ما خالفتش لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيت ما برشا متعلقه بما برشا بالطبيعه دي ما نحكوش فيها دي ما نجيش واحد اخو حبيت ما بالطبيعه واحد يحب هذا حب فطري هذا نعم حب الام والاب حب فطري كما قلت انت الواحد ما يقعدش يحكي عليه اذا ما فيش شك هذه مش حاجه مش نحكوا عليها يعني ما لا اله الا الله محمد رسول الله اما شي ثاني ربي باش نقولك على حاجه تلتف ما تعرفني ما نوضحش برشا قل لي يا لله قل لي يا لله تفضل ربي يعاونك اي تفضل الله ينورك هاك الحكايه نتاع فلسطين قاعده على شيري راه شنو قاعده على شيري ما تقوليش قلت لي على تبرعات وانا ما جيتكش ان شاء الله تجي يا شي تركو خاي ما سمعتكش رجاء ايه قلت لي ما جيتكش قلت لك ان شاء الله تجي دونك صحيحه اللي قلتها لك اي باهي باهي يا لل دونك انت طلبتني مش تذكرني بالمعلومه هذه واضح يا لل واضح ان شاء الله نلقى وقت نتعدى لك ونثبت تفكرت حتى البلاصه اللي انت فيها من غير ما تقولها على اللونتين شكرا لك يا رجاء اللي شاركتنا بديت معانا كي الدقائق الاولانيين حتى جاء التليفون الاول خاطر نزيد نبدا مخر ونزيد نخرج فاصل عاد نضطر عاد هكاك هيا حضروا لنا التليفون اللي معانا ونشوف فيه مكتوب خذوه لنا على المباشر لتو انا تو نحل الهدره تو نلقى شنو نحكي للمستمعين نذكركم اللي ساعه تابعونا كالعاده عشان يوتيوب اف ام تي في فمشكون مازال في بالوش احنا رجعنا يا سيد رجعنا عنا مده راه دوخوك يوتيوب احنا في اف ام دونك تابعونا يوتيوب وفيسبوك وراديو اي اف ام ولا الباج اي اف ام بلس نذكروا سيد المخرج الرقمي باش يبارتاجي لنا اللايف اللي على اي اف ام بلس في الصفحه الكبيره باش تشوفونا الناس الكل كل التحيه ليكم سيدي اللي بتشاركوا معانا الليله نعرف اللي كي نعملوا قلب مفتوح يجونا اكثر تليفونات لانه ما نصعبوش الموضوع فقط انك تعيش قصه حب نجم تشاركنا اياها في كلام القلب دونك سيد المخرج كالعاده مشاركنا بمباريات كره القدم حطهم لنا قدامي بشي ما مشني الريال منيش نشوف اللي ضدها من بعيد ذيك الافيش ليفنتي ما عرفتش شكون اللي مع الافيش الافيش بشعار طلعتها 0-0 دونك 39 دقيقه نصور مازال كي 58 دقيقة ذيك ميتون ثاني توا ميتون ثاني دونك بين الريال والافيج الدقيقة النتيجة 0-0 اعطيوني بلي دقيقة بالضبط قداش الناس اللي تسمع فينا ومفلتة اطراح الكورة قولوا لنا دقيقة سيدي اي قولوا لنا دقيقة 7 دقائق طلعت مع 10 جملة دونك 7 دقائق في المباراة هذه اش عليكم فيها المباراة هذه راقدة ما فيها حتى شيء والريال باش تربح في الاخر دونك تابعونا احنا في كلام القلب نجموا تكلمونا على الرقم 31 380 1031 380 1000 اذا عشت قصة حب وتنج وتحب تحكي لنا في كلام القلب معانا مروة باهي مروة اهلا وسهلا شنو منين باهي مروة في ساعة مع علقة مروة يلا سيدي نحاولوا نتصلوا من جديد بمروة أو المستمعين الأخرين اللي قاعدين يكلموا فينا علاش احنا نعملوا ساعات قلب مفتوح ما نحبش نربط لأنه ساعات نعرف شكون عنده حكاية لكن ما يعرفش وين يطيشها ما يعرفش وين يقولها دوب ما يرجع معنا تليفون بلا يقول لي سيد المخرج يقول لك زعما تجي في الموضوع هذا ما تجيش في الموضوع هذايا فهو كان النهار هذايا نسهلوا فيه برشا ناس تحب تحكي وقلت هالمرة الأخرى فهم مستمع طلبني على الخاص قال لي ما فماش عبر من الحكايات نكمل لكم الحكاية متاع المستمع ذي بعد لأنه يعني مروة جيت أهلا وسهلا مروة أهلا طريق أهلا شنو طروق 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 ولا طروقة طريق أنا تربيش بك طريق أي علي صوتك باش نستمتعوا بتربيشتك هذي صحيح علي صوتك أكثر تراها ترا عايد كي تعايد في الدار كيفاش تعايد أنت لا عارفة ما الجيران قاعدين يسمعوا الجيران قاعدين يسمعوا به منين تكلم فينا يا مروة؟ من بنزرت تقرب لي الميكرو شوية مروة كي أكثر كي جدية كيفاش؟
اي هكا سافا، راكي مع نقص شويه من الجو. قداش العمر مرو؟ 27. منين تكلم فينا يا لاله؟ منين تكلم فينا؟ من بنزرت. بي مروه اش تعمل في الدنيا؟ نشايف في الدار. بي قصة الحب اللي باش تحكيها لنا وقتاش بدات يا لاله؟ نعم 2017. 6 سنين التالي. اش صار فيها القصة هذه؟ كيفاش ترى؟ يلا على بركة الله. قعدنا 3 سنين مع بعضنا. 3 سنين مع بعضنا هاي؟ ودارنا ما حبوش علي. هك؟ نعم. وتلت 3 سنين ما في بالهمش بيه، ولا 3 سنين هما ما يحبوش وانتي مكبش؟ عمي ما في بالهمش بيه، وبعضهم مسائلة في بالهم بيه. ايه العام الثالث دونك على اساس باش يتقدم. ما حبوش، ما حبوش حتى يهز علي التليفون. اما 6 سنين التالي عمرك 21 سنه انت. وقتها كنت تشوف انك تتزوج في العمر هذاك؟ ماكش خاطر نحب. خاطر نحب ومعقول، معقول اجابه مقنعه ما خلتني ما عادش نجم نزيد حتى شيء معك، سكرت عليا اللعب. على خاطرني نحبه. يحبك هو؟ اكيد باش. ولا قال انه يحب؟ ليه انا متاكده اللي هو يحب. شكون عبر للاخر اولا في هذه القصه؟ ماشي ابني الزوز مع بعضكم. نعم. بعد ما داركم ما حبوش على سيادته، بس علاش ما حبوش عليه؟ ما حبوش عليه خاطر هو من غير اوفر وما نعرفش على خاطر؟ خاطر هو مش ما سمعتكش، عاود لي مرو. على خاطر هو ماهوش من الولايه اللي احنا فيه. هو مش من بنزرت. اه. هاي. باهي بعد 3 سنين هذوما دونك سلمتوا انتوما مشي على روحه هو؟ في العام الجديد تعرف شكون جابوا بابا. جابوهولك باش تتعرف عليه. باهي قابلته قعدت تقابل فيه؟ اي. واش رصات؟ بابا. كيفاش؟ خديت اللي جابو بابا. خذيته. معرس انت تاو. وينو سيدي راجلك؟ يا مروة. نعم. وينو راجلك تاو؟ يخت. مروة؟ نعم. صفر حب تجاه زوجك؟ في قلنا شويه مروه عاد سينو نوقفوا التليفون راه. بيه انت تحكي معانا وتتفرج في الريال ولا شنو؟ حسيتك سارحه. ليه ليه اول مره تعدى معانا. اول مره تعدى ما حكي لنا انت صوت فقط، ما عندكش علاش باش تدخل بعضك. فما حب بينك انت وزوجك ولا لا؟ يمكن شويه ما لو اكثر من الاول اكثر برد توا. لا لا الاول اكثر. الاول اكثر. مازلت فما مشاعر عندك تجاهه؟ ما يقدرش. اخر مره ريته وقته في قصيمه. ما عاودتش قابلته بالصدفه ولا حاجه؟ بالتليفون. زوجك هو يحبك على الاقل اذا انت ماكش تحب برشا؟ جبت صغار؟ أيوة. عندك طفل؟ اي. شو اسمه؟ نعم. شو اسمه؟ انيس. كيفاش؟ انيس. انيس. لو نخيرك انك توجه رساله توجهها لزوجك ولا للراجل اللي حبيته ومشي على روحه؟ الراجل اللي حبيته. هكا؟ نعم. ليش شنو تقول له؟ يلا في 10 ثواني نختمه. قل لي انا نحبك برشا والدوم جدا نحبك برشا. وزوجك اش تقول له؟ بعد شويه مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على
اي اف ام احلى راديو. 47 دقيقه رجعنا معكم في كلام القلب موصلين حتى ال 11 متاع الليل. السلام عليكم الناس الكل ما كنتوا تابعوا فينا موصلين اليوم في قلب مفتوح. يعني اي قصه حب نجم تحكيها لنا اليوم من ربطوك بحتى شيء، فقط الضروره انها قصه حب عشتها نسمعوها من عندك على رقم 31 380 1. كل تحيه لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في كهرباء، في موتور، في كار، في مترو، في تاكسي جماعي، في ما نعرفش فين، في على سقيك تتمشى، على سقيك تعمل في جاريه، قاعد في الدار، في الراديو اسمعنا من تحب، ولا على اليوتيوب ولا على الباج فيسبوك، المهم اسمعنا واستمتع معنا بالموجات. ما نعرفش قد تكون ايجابيه، عاده سلبيه، ونحاول هنا كي نخرج منها شويه جو في القصص اللي نسمعها. معنا سي مراد حاضر. الو، على السلامه. مراد يا مرحبا سي مراد. لبس عليك سي طارق. الحمد لله يا مراد. بلي باش نسالك يا مراد، قول التليفون اللي كان قبلك حسيته مش صادق هنا. مروه شحال قادرين نصبر كيفاش؟ سامحني ذاك الموضوع براسي، سامحني معناها كل واحد انا ما صحيح سمعته وما ما سمعتوش ما حتى حبيت نركز ما حبيتش نركز. باهي مراد، مين تكلم فينا انت؟ انا كلمت فيك من بنزرت. من بنزرت اللي كان رسمي كان كذب عليه كلام البنزرت. من بنزرت. باهي مراد، قداش العمر انت؟ 35. 35 سنة ما شاء الله. ماذا تفعل في الحياة؟ كنت حاب تقول كنت تحبش نتعدي بلي تفعل براك تدخل ما تفندش في الحياة. انت ايش تعمل في الدنيا؟ انا محمد مش عطيك. انا مكفوف سامحني الاخ وعليك صراحة حالة استثنائية ربي يخف عليك سيدي، وانا بدي استثناء. بيه مراد. بابا. احنا اليوم قلب مفتوح لطف عليك. قصة حب عشتها ونسمعها من عندك. قصة حب هذه هي تراه نبداو بعنوان كبير من الاول، تعتبرها كانت ناجحة. نعطيك عنوانها. يعطينا انت عنوان. حياة جديدة حياة بدون الوان. كيفاش فسر لي؟ حياة جديدة حياة بدون الوان. حياة جديدة حياة بدون عنوان، هذه حياتك انت؟ الوان. بدون الوان. هذه حياتك الكل ولا حياتك بعد نهاية قصة الحب؟ لا حياتي معنى كنت بديت أنا تكفيت، معنى كنت رات 30 سنة ثم فقدت البصر. عندك صحة ومعنى كنت كفيت في 30، معنى كنت أنا عندي طو بريتك 6 سنين معنى مكفوف. تسمح تقول لي كيفاش فقدت البصر؟ والله صار لي معنى كنت أنا بركاج أنا في الخيني عيد. اي فهمت كيفاش غير محضرات، وانا نلبس مريت عن فر حاسس العرضوا لي معناك انا نزوز واحد ضربني في وجهي وانا نلبس بنات، عملت لك ترشخت في عيني، عملت لك ثلاث مواع على عيني غير خط البصر هيك حاس ربي معناك في الوحده قاعد نكتب له معناك في الوحده وانا حنسوق في موتور معناك فهمت طروح في الليل في النهار كيفاش؟ لا في الليل في الليل معظم 8 تاع الليل معناها ثاني عيد بليت حافله واحد ودرا شنيه كنت وانا صباح نختم معناها كنت صار مع ولادي في القاعه معناها تلقى ولاد حوم وبعد روحت معناها خدمت ربي فيك كيت خويا ما شاء الله اما القضاء خذ مجراها دخلوا للسجن. دخلوا للسجن؟ فما دخل السجن فما اللي حرق وفما اللي تشد انا باسيت والحكايه نعيش فيها على الاخر انا معناتها انا كنا بعيد العالم اللي نعيش فيه انا راني عشته من قبل معناتها اللي حاس ربي كيفاش مكتب معناتها اللي تحكم اللي تحكم قداش تحكم؟ بو والله ما ركزتش برشا ما عندي معلومات خاطر دخلت انا في مواضيع معناتها انا وسيء معناتها انا سنين جام في 16 جوان 2018 معناتها انا صار لي ليكاب قلت 6 شهور سنين جام في 2019 حياة جديدة حياة بدون الوان في بون فسخت لي وراي اللي خذيه ذي وحسب اللي انا عمل وكيل معناها فهمت؟ فهمت معناها كيفاش نحكي لك حكايتي كيف صارت ودرا شنو معناها ما تسمعش قصتي ما نحبش تحب تعطيني بزايد وقت انا احكي لك نعطيك نعطيك بزايد وقت طبعا انا من 2019 سنين جام في 2019 اللي هذه ساعه انا نخدم في إدارة دولية معناك احنا ليلة محمد رسول الله نخدم بلاش فلوس ما نخلص ومكفوف وترانسبار على روحي براش مية وواحد معنا ومازلنا نحاربوا معناك فلو احنا وكله بصبر وواحدة وصابر معناك فلو احنا ليلة محمد رسول الله
6 سنين منهم 3 سنين معني كفلو أنا عرس عندي تو بريس معني كفلو احنا تو عام وثمانية شهور معرس وعندي قصتي معني كفلو برسمي مش باش نحكي لك برسمي تنجم صدقني لازم بصدق ليش حتى المدام بتاعي معني كفلو احنا ودارنا ودارهم كان عندي فيسبوك انا الرا معني كفلو احنا مش نحكي لك انا حكيتي معني كفلو خطر في أمور اجتماعية كمش نحكي لك معني كفلو طالي مع تفرغ خلبك قصة حب وهي طالي حاجة أخرى بيه دوتا دونك انتي توش تدخلنا في قصة الحب يعطيك تحب بعد تسمعني أمور الاجتماعية برسمي معني كفلو أنا برسمي طارق انت تسمعني برسمي مخك يقف وبرشا من المستمعين برسمي مخاخهم يقف يقولوا مازالت العباد هكا في تونس معني في ولاية كما معروفة هكاكا و طلعتيني الاجتماعية مادام بدينا فيها بعد ما ندخل في قصة الحب الاجتماعية أنا عايش معني كفلو المرأة نتاعي هي معني كفلو أنا تبنتني وتصرف عليا معني كفلو ربي سهل معني كفلو أنا نحلكم كور في البلاصة اللي نخدم أنا باش تندبوني ما فهمش كونكور أنا 5 سنين خوك معني كفلو نصرف من جيبي المرأة هي تو بور لوموا معني كفلو تمنيتني هي تخدم على في معمل بين محضر تعطيني الكوبي باش نجي نخدم ليلة بليلة معني كفلو احنا وتو رزقني ما شاء الله ربي بيبي فهمت كيفاش أكلي معني كفلو احنا واحد مضحي على حاجة يحب يعيش في الحياة على مستقبله خاطر في راضي معني راضي وراك على حاجات برشا حاجات فهمت راه كسر بينا قصة الحب كسر بك قصة الحب كان عندي فيسبوك ولا راسي معني كفلو كيف معني كفلو انا بعثت انفيتاسيون للشخص هذا معني كفلو المدام بتاعي معني كفلو جرب يعطيك الصحة فينا نحكي وفي بلا ترى فهمت كيفاش ليلة محمد رسول الله سامحني نفرحك طارق اي بابا سارحني مالا شنو انا فوق الخدمة ما نساش بعدي تليفون ونبقى معاك انت في صندوق دابيل تخدمه هاي برا ترى الو الناس اللي خلطوا علينا توا مراد يخدم في صندوق دابيل وجاه تليفون دونك قاعد يعدي في التليفون نستناه اللي يرجع معانا قاعد يعدي في التليفون مراد مازلت عملت انفيتاسيون بعثت لها انفيتاسيون ما قبلتنيش سي بون خذيت الكول سي بون انا لازم نحكي معاك ونعدي الكومينيكاسيون ليلة محمد رسول الله بعثت انفيتاسيون قبلتك يعني صح وبحكم بقات معي 3 شهور معناك يعني جو بقات 3 شهور نحكي معاه بالتروكر معناها بحكم مستعمل ال معناها عندي ايفون مستعمل التول هذيك تاع المكروفين معناها ما نعرفش نستعمل التليفون كيف ما خدام اي بالله مراد عطيني نمر احمد تاع الدرجه الجهويه 23 اي نقص له النمر باش ما سمعوش نمر احمد تاع الاداره الجهويه لا جاو التليفون هذايا دونك مراد يخدم صوت دابيل الناس اللي خلطوا علينا تو قاعد يحكي معانا ويخدم اون تو ونعمل الخدمه والله ما نخلطش عليه بظهرك انت الجارد نتاع المواضيع الباهي تتيح بالليل خاطر الخميس نتاع نخدم وخميس ما نخدمش طارق هيا برا نحاول ناخذ قبل الكل الجاي اي فهمت كيفاش؟ لا انا بحضرت بعثت لها انفيتاسيون فهمت قبلتني من بعد بريود معناها بعثت لها كان بقينا نحكي كل مره نهبط صوت تصوير وانا من الغدا ما عرفتش شافتني تسمي خليت النمر كلمت كنا نحكي بريود 3 شهور معناها تا 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 اول نهار باش تقبلني قبلت كي قبلتني لقاتني مكفوف انت ما قلت لهاش ما قلت لهاش ولات تبكي حتى مرة ما حكيته بالفيديو كامل ما خليت ليش وقت معناها باش فهمت كيف قبلت حاط في وانا بورتو تعديت بعلاقات قبل اللي لقيت بحكم انا الوظيفه اللي فيها معناها ربيتهم هي تصدمت كيرات سمعت انت كفيف كيراتك يعطيك الصحة كجابني يعطيك الصحة بقينا مشينا عملنا قهوة عملت بها دورة في وسط البلاد بحكم انا معناها شنو نعرف عملنا الدورة درا شنو شافتني كيفاش نتحرك كيفاش ندور في البلاد كيفاش درا شنو عملنا قهوة درا شنو روحت انت عملتها بالعاني عملتها بالعاني انك دورت بها باش توريها اللي انت راك قد روحك يعطيك الصحة معنا الدنيا ما تحبس على حد أطول والديك معناك بالله حلوف مراد فنديرا محمد رسول الله هاتي لو روحت بعد هاتي روحت أنا روحة فنتي أنا قلت هذي بس بدل تليفون وتذكر بروكيني ما عادش كيما أخوات كيما أخواتها أخوات ليك كملها ما طلعت كيما أخوات فنديرا محمد رسول الله هاتي لو روحت معناك بالله أنا ما حبش نطلب قلت كان حس بالرسمي معني كفلو انا كيما انا توقعتها بالرسمية طلبت التليفون كلم هات التليفون كلمت اي
فهمت كيفاش وقت كان التليفون كلمتنا عبارة معلك فالله أنا عبد هذاك نعرفه عندي سنين معلك عبارة الإنسان هذاك عنده يعطيك الصحة سنين الله وحيدنا بشوي بشوي وحكيت لها على ظروفي وقلت لها رايح هاك الصورة معلك فالله عندها شنية بشوي قص الحب بتاع ربي التقوى بدينا نفهموا بعضنا على الطاير ما أدري شنية رجعتوا تقابلوا إيه ورجعنا نتقابلوا بعد هذيك بثلاث أيام ولا أربع أيام عاود جيتني أها كنت سامحني في السؤال تحاول تسندك كيف في المشي ساعات هكا هي ولا لا هي ما حطيت كي نخرج معناك انا نحل بنت تقول لي ربي معك وربي يسترك نجي معاك نجي وانا نقولها ما ساعات معناها هي تلز عليا وانا نقولها سي بو ما كنت في اول ما عرفتني شفتني كيفاش معناها ما توعدنا قداش ما تعاودش تجبد لي معناها حاجه تولي تدي تقول لي ليه مراد حرام معك ثم بعد ما تاكدتوا من صدق بعضكم تعديتوا للاشياء الرسميه يعطيك صحة معناك فلا بقينا معناها بريد معناها ولا بتبيع الحكم بتبيع تحب ولا تكره معناها يزمك الجس فهمت كيفاش بوم ريك اللي صباحني لحظة ألو آه لا بابا ألو الليلة دي ذكركم اللي مراد مستمعينا يخدم صندر دبي لا يفزون دونك يحكي معنا ويخدم رجعت لي سيء عائلتهم كي تعرفوا عليك لقيت إشكال ولا ماي أمها ما قبلتليش أما ما قبلتش الحكاية أبوها ما شاء الله فهمت وعائلتها ما شاء الله كل أما أمها زادها كل غريبة شوية مالك كيفيش أي شو اللي خلاها تقبل بعد إصرار بنتها تقبل أنا قلت المرتي نمشي قبل بجمع قبل عرس بجمع نمشي عادي جمع بحظة أمها تشوفني كيفيش نعيش كيفيش نتحرك كيفيش نيضها عملتها عملتها ولا عملت اكيد عشت بحذايا جمعه بشوفك كيفاش تصرف نقول لك حاجه نقول لك حاجه طارق تاكد هذه يمكن بالنسبه لي انا كانت تجب ما دام ثقت في الارض صديقي طيب بالرسم حاجه بركي وقفك ربي سبحانه هو الموت كي راتك الجمعه ذيك تهنيت هي يعطيك الصحه شافتني كيفاش نتحرك من نهار الاولى تك تك حفظت الدار حفظت الحوش كما سكرتها الدنيا الكل يعطيك الصحه وليت نقوم تراجعين فما سؤال اخير باش نسالوا لك مراد قبل الاخبار انك ثلاثة شهور تحكي معاها وخليتها تتعلق بيك وتتعود بيك دون 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 ما انك تعلمها بالحقيقه هذا مش فيه وعليه والله اسمع نقول لك علاش فيه وعليه مش خدعه لا مش خدعه قدر انت نخليها تتعلق باش بعد حتى كي تسمع تلقى روحها ما تنجمش تمشي ماني انا كيفاش نوصل لها بشوي بشوي معناها ديما نحكي لها ديستوار معناها في علاقتها فهمت كيفاش كي معناها مش نحسسها معناها هاك شوي نحسسها ساعات تقول لي شبيك ساعات تركز معايا معناها في المواضيع هذيا قال لي انا ساعات نقعد بيني وبين روحي تجي في مخي هكا ساعات يقولني فلان مراد اخر شيء شنو تقول لزوجتك في 10 ثواني يلا قول راني نحبك برشا نموت عليك ان شاء الله ربي يخليها لك مراد ان شاء الله ربي يخف عليك وان شاء الله ربي يسعدك ونعطي تحيه لولدي سند اي كيفاش عمره شهرين تو اربع ايام تحيه لسند ولدك وتحيه لزوجتك ولكل احبابك مراد شكرا لك على الاستماع وان شاء الله ربي يعينك سيدي موصل معكم حتى ال 11 تعليل في كلام القلب خليكم على الاخبار مع ايمان طيب بعد شويه مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو